قبل الدخول في البيت، قبل ما يدخل في بيته. الآن أدخل في البيت، كيف أدخل في البيت؟ كيف أدخل؟ قلنا إن هنالك لبعض الأصدقاء هالشكل مروي في بعض الكتب، أنه هنالك شيطان يقال له داسم. الإنسان إذا دخل بيته وما سلم على أهله وما ذكر الله، يمكن هاي القطعة الثانية ما سلم أكو في الرواية، لكن ما ذكر الله لعله في الرواية، جاء الشيطان وأخذ يوسوس في صدره ويوسوس ويوسوس حتى يلقي الشر بينه وبين أهله. وإذا على شيء تافه لا معنى له تحدث هنالك معركة بين الرجل وزوجته. الإنسان يقول أنا الآن أدخل في البيت، كيف أدخل في البيت؟ أدخل في البيت بالسلام، بالبشر، بالتحمل. إذا واحد عنده زوجة لها أخلاق سيئة يصمم من البداية ويأخذ من نفسه العهد والميثاق أن يتحمل، وإذا مرأة لها رجل له أخلاق سيئة أيضا كذلك.